اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سابق الفوت، اللهم يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، وهل من سائل فأعطيه، وهل من تائب فأتوب عليه، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم ما في قلوبنا، يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا الله وما خاب داعيك بيا الله، يا من يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبة، يا رب يا رب لذنا بك، لذنا بك، اللهم لذنا بك يا عظيم يا عظيم، يا ذا الجبروت والكبرياء، يا ذا العزة والجلال، يا الله في الثلث الآخر من الليل نسألك سؤالا يا الله يا كريم، لا تردنا فيه خائبين ولا عن باب جودك مطرودين، اللهم يا كاشف الضر، يا من تنتهي عنده الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رب يا كريم، يا من يرى ما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يا كاشف الضر، قلت وقولك الحق، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يا رب يا كاشف الضر، اللهم يا الله عظم سلطانك، اللهم ما قدرناك حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك، اللهم سامحنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، اغفر لنا ما كان بيننا وبينك يا الله، سامحنا يا الله، اعذرنا يا الله، اعذرنا يا الله، اعف عن تقصيرنا يا الله، يا رب العالمين، اللهم وأنت قاضي الحاجة في هذه الساعة، في هذه الساعة، اللهم يا رب يا كريم، اللهم لكل واحد منا حاجة يسألك إياها في دعواته، يسألك إياها في سجداتك، اللهم لا تحرمنا لذة الإجابة، اللهم لا تحرمنا لذة الإجابة بسوء ما عندنا يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة فرجا ونصرا لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين، اللهم وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم يا الله يا الله يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان ونحن في صحة وسلامة وإيمان، ونحن في صحة وسلامة وإيمان، اللهم ارزقنا الصدق في الإخلاص في العمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في العمل، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب، اللهم في هذه الساعة يا الله يا الله، منا المهموم، منا المكروب، منا المسحور، منا المريض، منا المديون، منا من له حاجة يا رب يا رب، نسألك اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين،
اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم داوي وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك السحر عن المسحور، اللهم داوي كل معيون يا رب العالمين، اللهم أعط لكل واحد منا حاجته، اللهم أعط لكل واحد منا حاجته، واجعلنا يا رب من عبادك الآمنين الفائزين يا رب العالمين. يا الله يا كريم يا منان، عودتنا على أفضالك، عودتنا على رحماتك، اللهم ما خاب داعيك. يا الله، من ذا الذي سألك فخيبته؟ من ذا الذي دعاك فطردته؟ اللهم نحن عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، المعترفون بخطايانا، سامحنا يا الله. اللهم تقبل دعواتنا، تقبل دعواتنا، ولا تجعلنا بعد هذا الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.